السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش. طبعا احنا اول حاجة هنعملها زي ما انتم شايفين كده، جبنا السنة هنها سمنة. طبعا حبايبي جبنا لفة الجلاش زي ما انتم شايفين كده وفردناها. طبعا لكل حبايبي اللي هو مش بيتظبط معاهم الجلاش، طبعا هعمله طبقات ان هي تكون مش رقيقة. فهعمل ايه؟ 6 طبقات تحت، بحيث ان هو يكون ان هو وسط، ما يكونش ان هو تقيل قوي معايا. فانا طبعا ما بين 2 او 3 طبقات احط السمنه، ان هو طبيعته ان هو بيكون رقيق، فبيشرب بالسمنه بسرعه. فانا مش عايزاه برضو ان هو يكون تقيل معايا، يكون سمنته كتير، انا عايزاه يكون مظبوط. فطبعا هحط ما بين 2 او 3 طبقات، هحط السمنه بتاعتي، وزي ما انا قلت لكم هحط 6 طبقات تحت وست طبقات فوق. وطبعا حبايبي هساوي عندي دي قطاعه بتاعت البيتزا، فطبعا هساوي الحروف بتاعتي، لو اي سكينه مثلا ما فيش مشكله هساوي الحروف بتاعتنا. وسوينا كل الحروف بتاعتنا في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنحط طبقه السمنه، وبرده زي ما انا قلت لكم حبايبي ان انا مش عايزه يكون الجلاش يكون، انا عايزاه يكون خفيف، يكون طبقاته كده مش كتير، وفي نفس الوقت يعني بيبقى تحفة، بيبقى جميل بالطريقة اللي انا ان شاء الله هوريها لكم دي، هتعجبكم. وطبعا هجيب نفس الكلام، طبعا 3 ورقات واحطهم في الصينية. طبعا اهم حاجة ان احنا ما بين 2 طبقات هتحبوا ان انتوا تحطوا سمنة، ما بين 3، المهم ان انا هحط 6 طبقات تحت جلاش و6 فوق، وهندهن الطبقة بتاعتنا طبعا بالسمنة. وبعد كده هنحط الحشو بتاعنا. وهنجيب الحشو بتاعنا، اي حشو طبعا معانا في الصندوق هنحطه، اي حشو ممكن اللي انت تحبيه. عايز تحطي لحمة مفرومة، عايز تحطي جبنة تركي وبسترمة، اي حاجة ممكن اللي انت تحبيها. هي كلها زي ما انتم شايفين كده خلاص وزعناها كلها. طبعا احنا مقطعين طماطم طرنشات ومقطعين فلفل طرنشات، ومعانا ملح وفلفل اسمر، هنحط رشه ملح وفلفل اسمر على الطماطم، مش كتير. وطبعا احنا معانا زيتون طرنشات، وطبعا اي حاجه زي ما انا قلت لكم حبايبي ممكن انتوا تحطوها. طبعا هنوزع الطماطم، وهنحط الفلفل وباقي المكونات بتاعتنا اللي هي الزيتون والجبنه التركي المبشوره. وهنكمل حبايبي بنفس الطريقة. طبعا زي ما حطينا 6 طبقات تحت هنحط 6 طبقات فوق، زي ما انا وريتكم في اول طبقة. وهنقطع الجلاش بتاعنا بالشكل اللي انت تحبيه. وقطعنا الجلاش، وهنحط رشة جبنة تركي مبشورة، طبعا بتدي طبقة وش جميلة وبتديها طعم حلو قوي. ومعانا بضاية، ومعانا لبن، ومعانا ملح وفلفل أسمر. طبعا أول حاجة هنكسر البيضة، وهنحط رشة ملح ورشة فلفل أسمر. جيب 1/4 كوب من اللبن، ممكن حبايبي ان انت تحطي الصينيه كده على وضعها في الفرن، واول ما تبتدي ان هي تقرب في استوى ان انت تحطي عليها
البيضة باللبن بالملح والفلفل الأسمر بتاعنا. إيه لو ما فيش مشكلة إن احنا ممكن ندخلها الفرن على الرغم.